مرحبا، اليوم بدي ورجيكم ديسبوتيزم 3K او ديسبوتيزم 3K. شو هي الجيم؟ الجيم هي انه انت صرت انت الكمبيوتر. حدا فيكم شاف فيلم ماتريكس؟ بفيلم ماتريكس بيورجيك انه الناس محبوسين، الماشينز حبسوهم وعم يعملوا عليهم تجارب او عم يحولوهم لانرجي وما بعرف شو. المهم، شو هي الجيم؟ حنعمل هون نيو The beginning. I finally caught my first bunch of puny humans. فأنت عبارة عن روبوت وصدت ناس وبدك تعمل لهم بدك تحاول انك تشغل تجيب طاقة وما بعرف شو عن طريق استخدام الهيومنز تبعك. فهلأ مثلا هون طبعا بورجيك التوتوريال اول شيء. اذا بتطلع فوق في عندك انرجي هيومنز، كم واحد في عندك وقديش في فود لحتى تطعمي الهيومنز. هون بورجيك قديش بقيان باليوم، طبعا هذا day 1 day 2 كذا الى اخره. وفي عندك هاي الاشياء. هلا هون مثلا في هذا الانرجي ويل، تجي بتقول له حط الهيومن هون، بيجي بيسحبه بزته تحت. Every 20 seconds power is spent and puny humans are fed. تمام. فهلا you can see how much power will be spent next time. This is marked green. فهون بورجيك قديش الاخضر، هذا هو قديش حنصرف باور. اذا ما عندك كفاية بتخسر، خلص game over، ترجع تعيد من الأول. طبعا بدك كمان تلاقي لهم أكل، فبدك تحط واحد هون يعمل لهم يطبخ، فهو بس بيكبس على هاي بيقوم بيصير فيه أكل ما بعرف ليه. The more humans. أوكي، فنحن هلأ كمان بدنا نجيب humans، تأخذ اثنين بتحطهم هون مشان يعملوا humans تانين. تمام. فهلأ اللي حيصير هو انه بدنا بقى نبلش بقى نلعب بالجيم، نحاول انه نشوف كيف بدنا نجيب انرجي، كيف بدنا نظبط بشكل انه ما تخلص الانرجي اللي عندي. هلا هدول حيضلوا يدوروا هيك كل 20 ثانيه واحد، day 1 of 25. فلمده 25 يوم المفروض انك انت تضلك مشغل هي الماكينه بين قوسين. طب هذا هون في واحد هون، هذا نحطه بالانرجي، لا نحطهم هون لحتى نطلع كمان هيومنز، وهكذا. وبلش بقى شو شوي شوي تحاول انك تمشي الهي تبعك. طبعا هون هذول شغالين عم يطلعوا انرجي، سبعة كل دور. You can spend power to improve your facilities. فانا هلا مثلا بدي اعمل upgrade لهي مشان يصير عندي ناس اكتر. هلا هيك اللي حيصير، هلا شوف هون في خطوط حمر، الخطوط الحمر معناها انه عم يتعبوا من الشغل. فهلا انا مثلا ممكن اقول له رجعهم، يلا اوكي هيك بطل في عندي انرجي برودكشن. فانا هلا بدي ارجع احط كمان اثنين ليشتغلوا، وهذا واحد، خلي اربعة هون. هاي اللي هون بزت فيها ناس بيقوم بيتحولوا لانرجي وفود. فهي ظريفة يعني، اذا انت عندك نقص، عندك ناس كتير وما عندك حدا يقعد يشتغل، ما عندك حدا يعني، عندك ناس كتير وما عم يشتغلوا، فبتحطهم هنيك تحولهم لأكل. حلو. هون معناتها في event تكبس هون، بيقلك an old Asian man suddenly appeared with frail legs and a shiny bald head and you know what he says: free the humans you foul beast or I'll have to destroy you. What a story, Mark. Okay. Throw the old geezer in the bioreactor اللي هو هاد. Promise you'll treat your humans well so the kind citizen has nothing to worry about. Okay, I'll throw him in the reactor. A jet engine appeared on the old man's back and metal shined on his arms. He easily tore the closest tentacle off. It could have been turned into a disaster. Thankfully, he received some sort of signal. Nah, راح. You've made it through day one. Now you have more maximum power, but also spend more. Survive until day 25 to finish the campaign. تمام. فهداك مدري شو عمل وضربه. كسر لي واحدة من الإيدين. اوكي باي وان باي انذر وان. المهم لازم يضل معي 50، هذا ما لازم يكون تحت. تمام، نحط هون اثنين، نرجع هدول ونحط اثنين غيرهم، اربعه هون لحتى نستفيد شوي. طيب بدنا نعمل انرجي زياده. اوه ماي جاد، كفي 12 فود. تعا انت هون وانت هون، يلا ممتاز، هيك صار تمام. وبكفي عندي الانرجي. تمام اوكي، بدنا نرفع هاي
upgrade to 60 قبل نلحق. ايه بنلحق. تعا ممكن ايه ممكن لا ممكن غلطت. ممكن احرق هدول. هات لنشوف اذا حيكفي. يس نفدنا. alright خليهم هلا هدول يشتغلوا ويزبطوا لنا المكان. طيب نعمل ابجريد لهي. لا نشيل ثلاثة وننزل بدالهم كمان واحد. يلا احسنت. تمام معنا وقت معنا وقت. تمام ناخذ نرجع هدول ونحط بدالهم هون اربع اجداد فريش. رايت هون نطلع هدول. لازمنا اكل. طيب 2 3 4 خلينا نحرق لهدول. اوكي ايفنت دام كاربون بيس كريتشرز ذي نوثينج بات ترابل ناو ذي هاف جوت سم كايند اوف مونو سيلولر لايف مولتيبلاينج انسايد. Identify the infected one and send them to do nothing. It will pass on its own. Start a course of experimental medical treatment. Okay, identify the infected ones. Okay, حرقنا اثنين. وديناهم كبيناهم بالبايو رياكتر. حلو. هدول روح اشتغل انت. طيب. نعمل upgrade لهاد. حط اثنين. يلا يلا يلا. اوكي ميك مور فود. احسنتم. شغال شغال كله شغال. اكل قد ايه لازمنا؟ 18 معنا 18. هلا هدول هيك عم يكبسوا برجر اظن. يمكن. اوكي هون تمام. 90. احنا داي 3 هلا. I need more money. طيب رجعوا انتو اثنين ونحط كمان هون. نرجع دول نرجعهم. تمام واحد هون نرجع هدول هيك. اظن لازمني ايد جديدة. مات. مين مات؟ ماتوا من هون. طيب مو مشكلة. I need to upgrade this. 60 في كفاية في كفاية. طيب ناخذ هاي ونرجع هاد لورا. اوكي Frank, the puny human, suggests an improvement to the running wheel. Listen to your slaves is a sign of weakness. Kill the stupid human. Okay, what do we have? Give him 58 power to apply the technology. Shall we? Alright, fine. ولا نعمل له تورشر. ايه, تورشر him. مات. طيب. Alright. هدول الاثنين نحرقهم. الله معكم. I need أيوة داب مشي حاله. طيب نعمل أبجريد لهاد. بدنا 140 يا ساتر. داي 4. طيب نرجع نحط هدول الاثنين هون ونودي هدول هون. طيب بدنا نرجع هدول الثلاثة. واحد اثنين ثلاثة ونحط واحد هون. نشوف هلا شو الوضع. اوكي في معي كفاية 140 بدي. ما بعرف اذا حنلحق. طيب هلا اللي لازم نعمله هو انه بدنا نكتر هدول. طيب ونحط اثنين باثنين مشان ناخذ ناس اكثر لانه البشر هن اللي حيساعدونا نخلص. طيب رجعهم.
واحد اثنين ثلاثة خدهم هنيك وانتو حتروحوا على المحرقة. واحد اثنين ثلاثة يلا ديفيت. ما لحقت. المهم هي الجيم بكل اختصار، يعني ما في تعقيد من الموضوع. الفكرة انه بدك تحاول تعمل بالانس وتحاول انك تزبطها. خسرت بدك ترجع تعيد من الاول. Continue tutorial off in the setting. المهم هي هي Despotism 3K. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. مشوفكم بعدين. سلام.